يشرفنا أن نستقبل في تلفزيون الغربة الأستاذ إلينا صيف رئيس جمعية كفر صارون الخيرية ليطلعنا على آخر نشاطات الجمعية المشرفة. بلك أنا نشاطات جمعيتكن مشرفة لأنه ما بقدر في جمعية عم تجدل أعمال خيرية يا إلي مثلكن أنتو. شو بدك تقلنا عن هالحفلة ب 18 الشهر؟ قبل كل شيء أنا بشكرك أستاذ شربيل وعلى هالفرصة اللي بتفتح لنا إياها لنتحدث بتلفزيون الغربي اللي بإشرافك ورئاستك. الله يعطيك ألف عافية ويدم لك الصحة والتوفيق. بالنسبة للحفلة طبعا جمعيتنا معروفة من مؤسسين من سنة 75 وتعتبر من أصغر الجمعيات الموجودة على الساحة بأستراليا. يعني تعطيك فكرة بسيطة كتير، من أول ما تأسست الجمعية إلى حوالي 10 سنين ما كان يتعدى عدد الأعضاء مع الهيئة الإدارية 18، ولكن هلأ من وقت اللي عملنا مشروع الآخرة، وهذا مشروع الآخرة شو يعني بنقصد فيه؟ إنه ما في إنسان إلا له نهاية، والنهاية محتومة منه خيار، هذا محتم، أمر محتم. يعني المقابر اللي اشتريتوها اشترينا مدافن لكل أبناء كفر صارون المنتسبين للجمعية، لذلك صاروا الأكثرية يدخلوا على الجمعية. عرفوا من إن كانوا مترددين ومن إن كانوا لا تهزم لقف عشوار والباقي، ولكن المشروع المهم اللي نفذناه واللي طبعا الجمعية بكل أعضائها قامت بهالمشروع المهم لفت نظر أهل الضيعة وانتسبوا بقوة، يعني صار عندنا شي 85 عضو. بدي أسألك يعني إنه فكرة إنه المقابر كانت أهم من المستوصف اللي بنيتوه يا إلي؟ بالنسبة لأفراد لأشخاص طبعا، لأنه المستوصف هذا خدمة عامة تستفاد منه كل القرى المجاورة. الجمعية زائلة ولكن المستوصف باقي. المستوصف خدمات إنسانية وطبية باقي لأجل غير مسمى، إنما بعض الأشخاص بما بوجودهم هون يعني إن موجودين هون بأستراليا بيعنين الأمر، مش ما بيعني لهم، إنما مش مستفيدين منه بشيء، فلذلك بيتركوا الموضوع لأهل الأهالي المجاورة واللبنان والقرى والضيعة وكفر صارون بشكل خاص. هلأ عندك 85 منتسب، لا تقلي بكن تشترونهم كمان مقابر؟ كله مؤمن، كله مؤمن. يعني هني فاتوا لمصلحتهم، يعني في مربح، في مربح. يعني للأسف إنه نقول هالشيء هذا فعلاً، إنه شافوا أعمال الجمعية إنها كتير كتير عم تهتم بالكل ومنا ناسي حدا، وهني كمان لقوا حالاً إنه برات الطريق لا بفوتوا لجوا وبيشكروا الجمعية اللي هي بمساعدتهم وبرضاهم وبتوفيق منهم، ومثل ما بيقول الله يا رضا الله ورضا الوالدين، هودي أبناء الضيعة هن الوالدين. نحن مننفذ أعمال ولكن في ورانا هالاسم الكبير لكفر صارون اللي عم نحميه ونحمي أهل كفر صارون، فلذلك تلاقيوا أنه الأعمال اللي عم تعملها جمعية كفر صارون لازم يدخلوا هني ولازم يعاونوا ولازم يساعدوا هالجمعية لأنهم مقدرين كل الأعمال. طيب وين المقابر خطوة؟ بروكول سكشن اندبندنت سكشن، وكل المدافن حب بعضهم، يعني بدك تحسب الضيعة كلها مجموعة بالأول والآخرة. وقدرت تلاقي مقابر للكل؟ بما انه ركود بدهم يسكروها قدرنا نلاقي، لانه اشترينا من وقت اللي كان من مدة طويلة وقت اللي كان فيه وخيرونا اذا بدنا هالمجال كله واسع وكله لنا، وكانت الموافقة وطبعا نفذناها.
يعني يا ريت نملك في الصالون. يعني شو بدي اقول لك؟ هلا بدنا نحكي عن الحفله ب 18 الشهر. نعم. وين بدها تصير وشو بده؟ قلنا وين المركز اللي بدها تصير؟ الحفله ب 18 الشهر يعني بعد حوالي 15 يوم بدها تصير بالوايت كاسل بكانتربري رود لكيمبا. وصارنا هلا 5 سنين عم نعملها بنفس المكان. والحقيقه الاكثريه صاروا يعرفوا لانه السبورتز واللي بيجوا بيدعمونا بيعرفوا جمعيه الفرصرون دائما ودائما بيجوا على الحفله لانه عارفين وين رايح رصيد هالحفله. صارنا 5 سنين هلا وهي السادسه بنعمل حفلاتنا للمستشفيات. وكل الرائع كل الرائع اللي بيطلع من الحفلة بنقدمه للمستشفيات. وأكثر شيء يعني مستشفى ويست ميد للأطفال مرتين وهيدي الثالثة للتشيلدرن كانسر. يعني عم نعمل المستشفى بوجه عام ولكن للأطفال السنة تبع الأبحاث تبع الكانسر للأطفال. فلذلك مشروع كتير مهم ولا نفرجي هالإسترالية اللي أخذين فكرة عن بعض المؤسسات والجمعيات اللبنانية إنه بتعتبر نفسها إنه عم تشتغل بس لحالها أو لمشاريع بتهم لبنان وبس. إنما صارنا هاي 5 سنين وهاي السادسة عم نعملها لمؤسسات كتير بتشتغل وتساعد اولادنا كاولادنا استراليين. يعني نحن استراليين وعم لمين هلا بتقدموا الرايح الحفله؟ للمستشفيات هالسنه هيدي لفرع الكانسر تبع التشيلدرن الاطفال بويست ميد. نعم. كنت عم بتقول انه هالعالم بيجوا مشان الاعمال بيعرفوا انه الجمعيه عم تعمل اعمال خيريه. أنا بنظر لها غير نظرة. أنا بقول ديناميكية إلينو سيف هي اللي عم بتجيب الناس على حفلته. أنت لأنك منك مقصر مع حدا. أنا من يجر أنا بروح كرمال إلينو سيف. يعني 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 بهمني إلي يكون راضى. ويعني مع محبتي إني أدعم الأعمال الخيرية بس كمان في إلينو سيف وطريقة تعامله مع كل الناس ومحبته لكل الناس. انا هيدي نظرتك. انا برفض هالنظره استاذ شرف. انا بقول لك هيك هذا اللي بيسيبني. واذا بسالك غير عالم بيقولوا لي نفس الشيء. نظرتك انا كثير 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 بشكرك عليها وبعرف محبه شرف اللي بعيني لالي نصيف اللي بيناتنا علاقه عمر. انما الي نصيف ما بيقوم بعمل لحاله والي نصيف مع كل اعضاء الهيئه الاداريه للجمعيه بيعملوا المشاريع وبيتشاوروا عليها وما بيتركوا الاجتماع الا ما يتفقوا على مشروع مين ما كان مقدمه. ولكن بما انه الي نصيف هو رئيس الجمعيه لذلك الكثير بيعتبروا هالشيء هذا. انما انا برفضه رفضا تاما انه الي نصيف عم بيعمل شيء لحاله. الي نصيف مش عم يعمل لحاله بس عنده كونكشن ممتاز هيك ما اكيد هذا عامل مساعد وداعم للاعمال الخيريه اللي عم بتقوم فيها جمعيه الفصول. الي عرفنا انه الحفله مين بده يغني فيها؟ يعني شو بده يصير بالحفله؟ والله السنة جايبين فرقة موسيقية كتير كتير مهمة برئاسة الإعلامي والأديب والفنان والشاعر غسان علم الدين. وفرقة مكونة من 5 قطع وقطعة زيادة للأورج كمان. مين بده يغني؟ وبده يغني بالإضافة لغسان علم الدين جوان خليل وفي مطرب تاني كمان جايبينه بال الهول القاعه اصحاب القاعه جايبين مقدمين لنا مطرب بعد ما عرفت من هو. انما نحن جايبين جون خليل
وغسان عالم الدين، والبرنامج ما بيتحمل أكثر من اثنين أو ثلاثة بالكثير، لأنه البرنامج كله مليان وكله في حكي كثير. يعني في كلمات؟ في لا كلمات كثير ما في، بس في كلمة المؤسسة تبع الكانسر سنتر، وكلمة جاي حدا منهم؟ وكلمة طبعا طبعا، وكلمة رئيس الجمعية، واللي بيقدم الام سي بأسلوب الشيك. كمان الام سي سني روني، ابني روني نصيف عسلمتو. فلذلك كلام كثير ما فيه. وجايين ضيوف من ملبن كمان، ثلاث عيال جايين من ملبن، ومنهم يعني السيد نصيف الحاج اللي كل سنة بيجي بالحفلات عندك. نعم كثير ممتاز، كثير 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 بهمه العمل اللي عم بتقوم فيه الجمعية، وهو ما بيترك فرصة إلا بيشارك فيها. شو ممكن أعمل بالمستقبل؟ يما بدي انتقل، هلا خلصنا من حفلة الجمعية، أوكي؟ أنت كإنسان، خلينا بروت الجمعية هلا، كإنسان لبناني وعندك تدخلات سياسية وكذا، ما بتقدر انه هالانتخابات اللي عم بيجيبوا لنا اياها عامل تفرقه لنا بالمهجر؟ شو بدهم فينا مثلا انه تجيبوا تننتخب نحن المغتربين اللي عددنا 20 مليون ست نواب بالمغتربات مثل ما انا عم بعرف؟ نعم. انا بلاقيها انه نحن لازم ناخذ نحن ال 120 وناخذوا الست نواب. هذا رأيك أنت طبعا، ولكن الكحل أحلى من العمى. قداش صرنا أستاذ شربل ما بس بدك تعمل تفرقة بالمغتربات؟ أكيد أكيد. لا بس في نقطة مهمة هون، إنه قداش صرنا بالاغترابات ما حدا مفكر، ولكن لأول مرة بيفكروا بهالشيء. هذا معناته هذا عامل إيجابي أنا بنظر له. بجوز الأكترية أو كل واحد ينظر له بطريقته الخاصة، إنما أنا بنظر له بطريقة إيجابية من ناحية الانتخابات للمغتربين، ومن ناحية الانتخابات بالداخل كمان. ما كان عندنا قانون انتخاب، أول مرة بيصير في قانون انتخاب مضبوط تقريبا. صحيح ما بيرضي الكل، ما فيك ترضي الكل، ولا هالنائب اللي من الاغتراب بس ينتخبوه من الاغتراب بيروح على البرلمان، يعني ما بقى مغترب. طبعا هذه اولا بعد بكير كثير عليها، لانه ما راح يصير في انتخاب للنواب للمغتربين للانتخابات اللي بعد هذه السنة ال 22 وات ايفر، انه هذه بعد في كثير بتاخذ وبتعطي في اخذ عطى وفي تفسير لها وفي عدة اشياء. بس من قليل ست نواب لا طبعاً 20 مليون مغترب؟ طبعا قليل طبعا. يعني شو عم بيقولوا ناخذوا تسلوا بهالعظمه ما بدنا اياها؟ طبعا قليل، ولكن انا عندي راي متواضع كثير انه الكحل احلى من العمى، ولكن بنطمح لاكثر وبنطمح لاكثر، وانما بدنا نحن نسعى ونحن نقدم اللي ليش هالقرار مجحف وهالقرار ما لازم يتطور. نحن لازم نلاقي الحل، ونحن لازم نطرح المشروع اللي نحن بدنا اياه، وفي وقت كثير عم بقول لك انه في وقت كثير معقول كثير نوصل للي نحن بدنا اياه، بس بدنا نكون واعيين ونحكي بكل اماني وصدق. استاذ الي، الجاليه اللبنانيه كيف رايك فيها هلا؟ والله الجالية اللبنانية بكل بيت استاذ شربل، بكل بيت في عدة آراء وفي خلافات بين النظرة السياسية والنظرة الاجتماعية بكل بيت. فكيف الحال ما يكون الجالية ككل؟ الجالية بألف خير، ومهما كانت الخلافات بتدلى احسن من غير جاليات. يعني الجالية اللبنانية انا بفتخر فيها كلبناني، ونعمل جهدنا انه كل انسان من بيته في يعمل جيل جديد ويربي اولاده على الطريقة اللي هو بيعتقدها وعلى الطريقة اللي هو بيلاقيها صحيحة بالنسبة للاجيال الجديدة.
يهنيالو الانسان العائله اللي بيكون عندهم اولاد بيصبحون اولادهم بيقولوا جود مورنينج داد وايش فينا نعمل لك. فهيدي كثير نعمه. فلذلك انه الدور الاساسي للبيت والدور الاساسي للجمعيات بتلعب لعب دور كبير، والمؤسسات والكنائس والجوامع كل سوا بيلعبوا ادوار ايجابيه. فنحن بدنا نكون ايجابيين ونتعامل مع الجالي بهالطريقه هيدي الايجابيه. نحن المدرسه، البيت هو الاساس، بيت كل انسان هو الاساس. فالجالي بألف خير. الحفلة بعد 15 يوم ملياني ولا بدك تدعي الجالي عبر تلفزيون الغربة؟ طبعا الدعوة عامة للجميع، ونحن بس بعد في محلات بعد حطوا المحشورة. نحن على طول نحن بنوقف برا والضيوف بفوتوا، إذا اللي يا ميت أهلا وسهلا بكل اللي بيجوا، ونحن على استعداد نخلي أماكننا للمحبين وللي بيجوا بيساعدونا، اللي من دون ما فينا نعمل شيء بالفعل. يعني انا بتمنى ان يرد جزء من جميل اللي بيشاركونا بحفلتنا السنويه. استاذ إلي، ايش السؤال اللي كان براسك تسالك يوم سالتك باخر هالحديث؟ ما عندي شيء ابدا. انا مستعد تجاوب عن اي سؤال بتسالني اياه. بس انت وصراحة انت شوفي بتحب تقوله. تسالك السؤال، معقول يكون في براسك شيء عن الحفله بدك تقوله، عن الجاليه، عن ماتش الفوتبول اللي حضرته، عن شو؟ كله شيء منيح. وعندنا بما انك ذكرت ماتش الفوتبول، يعني للحقيقه كانت فرصه كثير حلوه انه يجي الفريق الرجبي ليج اللبناني يلعب باستراليا، وكانت اول لعبه فريده من نوعها، وفعلا فاجات الكل بما فيه اللاعبين ذاتهم والمتفرجين، فاجات الكل، وكانوا فعلا بقمه النجاح بتغلب على الفريق الفرنسي اللي هو كان الفايفوريت، وكان يعني من الصعب التغلب عليه. فأنا بهني الفريق اللبناني وبطلب من الجالية اللبنانية ككل أن يساهموا بهاللعبة اللي كمان بكرة من عشية، ويرجعوا جمعة الجاي الفريق اللعبة الكبيرة مع ضد فريق أستراليا، على بكرة ضد فريق إنجلند. بتقدر ان يربحوا ضد انجلند مثل ما رحبوا؟ بتوقع ان يربحوا، وان شاء الله. هي الرياضه فيها لا خسران خاسر ولا رابح، ففي عندنا تشانس 50% لكل فريق. فبتمنى انه يكون فريقنا اللي ربح بقوه بكامبرا انه يربح بكره بسيدني. ولكن الماتش المهم اللي بعد الفريق الاسترالي ضد الفريق الاسترالي، وين بدنا نكون؟ وين بدنا نكون؟ نحن لبنانيه من اصل استراليا، ربحوا اثنين نحن ربحانين، والخسروا اثنين نحن خسرانين. فلذلك قلبنا مع اثنين، وهذا كثير كثير موقف حرج انه نكون ما بنعرف مين بدنا نكون مع مين. مع مين؟ قلبنا مع مين؟ اثنيناتهم بقلبنا. لانه عم بيلعبوا اللبنانية مع الاستراليين كمان. نعم. استاذ اليز، ارجع ذكرنا امتى الحفلة وين؟ وإذا في رقم تليفون يتصلوا إذا في عالم حابين يساعدوا بعمل الخير. طبعاً الحفلة مثل ما قلنا سيد شربل ب 18 نوفمبر، هاي نهار الجمعة، نهار السبت، نهار ليلة السبت ب 18 نوفمبر بالوايت كاسل، قاعة جمعية كفر حلدة، الكل بيعرفوها. وإذا بيحبوا يتصلوا رقمي أنا 0425-230-649، وأي عضو من أعضاء جمعية كفر صارون هو إلي نصيب. استاذ إلي، نحن بنشكرك على هاللقاء. وانا بشكر الاستاذ شربل، وبشكر تلفزيون الغربي اللي عم تفتح لنا المجال دائما لنعبر عن الاعمال اللي عم نقوم فيها، مش بس لنا، وكل اللي عم بيقوموا باعمال اجتماعيه وانسانيه وخيريه وثقافيه.